كشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن الدولي الجزائري رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي كان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بنهاية شهر أوت المنقضي. ووفقا للصحيفة الإنجليزية فإن نادي مانشستر يونايتد فكر في التعاقد مع محرز في اللحظات الأخيرة من عمر الميركاتو الصيفي، حيث حاول وكيل أعمال لاعب ليستر سيتي إتمام صفقة انتقاله إلى المان يونايتد بعدما فشل المدرب البرتغالي جوزي مورينيو في التعاقد مع إيفان بيريزيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي. وقدم مانشستر يونايتد عرضا لضم بيريزيتش مقابل 48 مليون جنيه استرليني، إلا أنه قوبل بالرفض من النادي الإيطالي، ما دفع وكيل أعمال محرز لمحاولة إتمام صفقة انتقاله إلى مسرح الأحلام، خاصة وأن ليستر سيتي لن يمانع رحيل اللاعب الجزائري مقابل 50 مليون جنيه استرليني. جدير بالذكر أن نادي روما الإيطالي حاول التعاقد مع رياض محرز، وقدم نادي روما عرضا بقيمة 31 مليون استرليني لضم محرز، ولكنه قوبل بالرفض من إدارة ليستر سيتي.